الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سأل الله أن يجعلنا إن شاء الله في هذه الخيرية. ليس عندي كلام كثير، المشايخ ما شاء الله تكلموا، وأيضا اللجنة، لجنة التنظيم، قالت لي لابد أن كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم له كلمة قصيرة، فنتقاسم الكلمة التي كنت أقولها إن شاء الله فيما بيننا إن شاء الله. على كل حال، إن شاء الله نحن أو أنا يعني بصفتي عضوا من لجنة التحكيم، وأستحي أن أقول أنا رئيسهم كيف أرأس مشايخي الكبار، ولكن هكذا قضت لجنة التنظيم وأنا مطيع لهم. نشكر مؤسسة أنصار السنة في قيامها على السنة التالية الثانية بإقامة هذه المسابقة الفريدة إن شاء الله من نوعها في القراءات السبع، مؤملين وراجين إن شاء الله أن تستمر وتنطلق إلى القراءات العشر إن شاء الله في الأعوام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نشكر أخانا الشيخ عبد الرزاق وفريقه واللجنة المنظمة التحضيرية التي إن صح التعبير واصلت الليل بالنهار لإنجاح هذه المسابقة، كما نشكر جميع الفروع التي سهلت هذا الموضوع، ولا ننسى أهم شكرنا موصول إلى 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 نظام الدولة هنا كلها، حكومة كينيا، بما سهلت ويسرت لهذه المسابقات. كنا في سابقا أيضا في مؤسسة المسابقة التي كانت في بعد رمضان، المسابقة الدولية الكينية أيضا، والمؤتمرات العديدة في هذا البلد. كل ذلك ما كان يتم لولا هذا النظام في هذا البلد الذي يتيح للمسلمين والجالية الإسلامية هذه الفرصة وهذه الحرية. الشكر موصول لهم، جزاهم الله كل خير، وأسأل الله تعالى أن يهدي أهل هذه البلد كلهم للإسلام، أن يجعلهم كلهم مسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني هنا وهذا المقام ونحن في هذه الأوقات وهذه الساعات التي نتشرف في مائدة من موائد القرآن، لا ننسى إخواننا حقيقة الذين يقصف منهم الأبرياء والأطفال والنساء، ويرتكب أبشع جرائم إبادة وحيوانية ووحشية ربما لم تسبق لها التاريخ فيما يفعله الصهاينة المجرمون لعنهم الله ومن شايعهم ومن كان معهم. فندعو الله تعالى أن يغيث إخواننا وأن ينصرهم وأن يبدل خوفهم أمنا، واللهم منهم من الخوف وأطعمهم من الجوع، ونسأل الله أن يقوي عزائم إخواننا المقاومين المجاهدين وأن ينصرهم بنصره بحق قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأسأل الله تعالى أن يهزم هؤلاء المجرمين وأن يجعلهم كأسلافهم، فريقا يؤسرون وفريقا يقتلون، وأن يلقي في قلوبهم الرعب ويشتت شملهم ويفرق جمعهم. وأمنوا بارك الله فيكم، لأننا قد سمعنا أنه ما دعا ملأ وأمن بعضهم إلا أجابهم الله، فأمنوا وقولوا آمين، وإن شاء الله بإذن الله تقر أعيننا بنصر المسلمين وهزيمة الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فضيلة الشيخ محمد زهبي، كلمتين إن شاء الله، هكذا قالوا.
إن شاء الله كل واحد من المشايخ بعدها مباشرة.